عد معايا كده. انا عارفه ان عنوان الفيديو 30 واحده وانتوا دلوقتي عديتوا 29. انتوا صح، انا بصراحه كتبت 30 عشان العنوان يبقى شكله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. الفيديو النهاردة هيكون ريفيو ل 29 نوع ستيكي نوت. انا عايزة اقول لكم ان في مفاجأة رهيبة في اخر الفيديو، وكمان في الفيديو دوت حابة اعرفكم ايه لازمة الستيكي نوت وايه فايدتها وممكن نستخدمها في ايه. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش لايك شير كومنت سبسكرايب ليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة وانا بوريكم دلوقتي صور وفيديوهات لانواع الستيكي نوتس اللي هنتكلم عليها النهاردة، حابة اقول لكم ايه هي او ايه لازمة الستيكي نوتس. باختصار الستيكي نوتس هو عبارة عن مجموعة ورق بيكونوا ملزوقين في بعض، ظهر كل ورقة فيهم فيها لزقة او صمغ خفيف جدا ممكن ان احنا نلزقه على اي حاجة قدامنا او على اي سطح قدامنا، وساعة لما نيجي نشيل الورقة مش بتسيب اي اثر على السطح اللي احنا سبناها عليه. لازمة الستيكي نوتس ان انت تكتب فيها حاجات مهمة حابب ان انت تفتكرها، حابب ان انت تعملها في خلال اليوم، في خلال الكام يوم، في خلال الكام ساعة اللي انت فيهم، ومش عايز انك تنسى الحاجة ديت. لو خدتوا بالكم هنا على المكتب هتلاقوا عندي انا اصلا في ستيكي نوتس دي بتاعتي، بصوا هي خلاص قربت تخلص. دي انا بسجل عليها حاجات كتير، وفي ورقة اهوت انا كنت كاتبة فيه الحاجات اللي انا عايزة اخلصها. هتفيدنا في ايه الستيكي نوتس في الدراسة؟ هتفيدنا في ان احنا نقدر نسجل اي حاجة احنا عايزين نعملها، مذاكرة مادة معينة، عايزين نعمل اصلا حاجة معينة في يومنا او في حياتنا ونكتبها ونفتكرها. كل ما هتعدي قدام الورقة دي او كل ما هتيجي تروح تذاكر او كل ما تيجي تعمل حاجة تلاقي الورقة دي قدامك، فهتفكرك فهتحفزك انك تعمل الحاجة دي. يا رب كلنا نبطل كسل وانا اولكم. اوكي، هقسم الستيكي نوتس اللي انتوا شايفينهم دول لمجموعات وبعدين نعمل ريفيو على كل مجموعه. يلا بينا. اوكي، رتبتهم زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اول حاجه بالستيكي نوتس الكبيره شويه ديت. هي بتيجي عباره عن كذا ستيكي نوت مع بعض، يا اما شكل ومربع وشرايط كده رفيعه او ثلاث اشكال مختلفه. هبدا على طول لما افتح شكل فيهم، ولما هنيجي نشوف شكله من جوه هنلاقي ده الشكل من جوه، بيبقى الستيكي نوت مش لازقين في الورقه في الظهر اللي هي لونها اسود دي. بنبدا نبص بنلاقي ان الخامه بتاعت الورق حلوه قوي على فكره، في مكان معين هو اللي بيكون فيه اللزق وباقي الورقه بتكون ثابته زي ما هي كده عشان نقدر ان احنا نكتب في كل ورقه ونقطع. طبعا التلات اشكال كحاجه مختلفه وحاجه متنوعه، والشرايط الرفيعه دي على فكره بتبقى حلوه قوي في الملاحظات جوه الكتب. ايوه يا جماعه، احنا ممكن نستخدم الستيكي نوتس جوه الكتب. جاي منها بصراحه اشكال كتير قوي، يا اما بيجي زي ما قلت لكم الشكل والمربع والشرايط دي، او بتكون تلات اشكال جوه الستيكي نوت الواحده. حلوه قوي بصراحه، انا حبيتها جدا. تاني كاتيجوري معايا وهو الستيكي نوتس المربعات. الستيكي نوتس المربعات بصراحه حلوه قوي، وهما يعتبروا كذا نوع جوه النوع الواحد. هبدا معاكم بالستيكي نوت المسطره، والستيكي نوت المسطره جاي منها يعتبر تلات الوان. انا هبدا بواحده واحده وهنشوف واحده واحده. هبدا باللي لونها شويه على ابيض، بس هو مش ابيض ابيض، هي على فكره مديه على رمادي. في ناس بتستريح مع اللون الرمادي دوت، انا بصراحه مش بفضله. ودي ستيكي نوت بتيجي مسطره عشان لو انت مش غاوي تكتب من غير سطور ومش بتحب تكتب من غير سطور، فهم وفروا لك الفكره ديت ان هي متسطره جاهزه تكتب على طول على السطور. كمان جاي منها اللون الاصفر، وده بصراحه مريح بالنسبه لي، انا من الناس اللي بتستريح في الورق الاصفر او الورق الغامق مش الورق الابيض في الكتابه، فدي بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. تالت واحده في الستيكي نوت المسطرين هي جايه بالمنظر ده بالشكل ده، وفي عليها رسمه الكلب دوت، بس كمان مختلفة عن الباقيين ان هي ملونة اربع الوان مختلفين للستيكي نوت. يعني ساعة لما هتخلص اللون الاخضر هتدخل على اللون الاصفر، هتدخل على اللون الازرق وهكذا. صراحة حلوة قوي، وانا بحب الحاجات المترقعة دي اللي بيكون فيها الوان وتنوع كتير. طبعا لا غنى عن ان خامة الورق حلوة جدا، وهو على فكرة من ماركة M&G. برضو في الستيكي نوت المربعات في ستيكي نوت كده على شكل قطة، وطبعا المساحة الفاضية هي دي اللي بنكتب فيها. على فكرة الستيكي نوت برضو من استخدام
استخداماتها ان هي بتستخدم في الجورنالينج، مش بس في المذاكرة او في ان احنا نكتب اللي احنا عايزين نفتكره. عارفين الناس اللي هي بتحب تجيب نوتس وتقعد تخطط وترسم فيها وتلزق فيها ستيكرز وتلزق فيها حاجات، ستيكي نوتس دي من اهم الحاجات اللي بتستخدم فيها، عشان لو انتم مش عارفين انا بتكلم عن ايه. كمان في واحدة بيكون على شكل برواز، شكلها برضو حلوة قوي، ونفس الفكرة نفس الموضوع، مفيش اي اختلاف من بينها وما بين الباقيين، هي الفكرة بس في الشيب نفسه، هي عبارة عن زي برواز او اطار، واحنا طبعا في النص نقدر نكتب اللي احنا عايزينه. اخر واحدة ودي بصراحة مفضلة لقلبي عشان فيها 5 الوان مش بس 4، لا دي فيها 5 الوان، والالوان بتاعتها يعني قريبة للالوان الباستل بس غوامق. انا بحب الالوان اللي ما تبقاش فاقعة قوي، انا بحب الالوانات الباستل اصلا بشكل عام. شكل الستيكي نوت وانا بكتب عليها وبشيلها عشان الزقها احطها على النوتة بتاعتي، فطبعا يا مساء كفلة لو انتوا قاعدين بتشوفوا وبتتابعوا الفيديو بتاعي، ما تنسونيش باللايك عشان انا حابة ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من اللايكس، يعني لو احنا جبنا 1000 لايك هبقى مبسوطة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين مش بتتحرك من على النوتة مهما احركها، بس اول ما بالراحه خالص ابدا اشيل الورقه تلاقوها اتشالت بسهوله جدا. يعني عايزه اقول لكم الستيكي نوت، انا ممكن اجرب معاكم دلوقتي الستيكي نوت، ممكن نحطها على الحيطه عادي جدا وما يجرش اي حاجه للحيطه، اهيت بصوا لزقت، ده بيكون منظرها على الحيطه. انا مش عارفه، انا هحاول اقرب شويه عشان تشوفوا لو الكاميرا بعيده، فده شكلها بصوا اهي، مش هتتشال خالص، بس لو احنا جينا عملنا كده اتشالت بمنتهى السهوله، ومش بتاثر على اي حاجه، ولا هتاثر على الحيطه ولا هتغير من لونها ولا اي حاجه، عشان انا كنت اتسالت على الموضوع ده على فكره في الكومنتس فحبيت ان انا اجاوب عليه. الستيكي نوتس نفسها عباره عن شكل فيه 4 اشكال، بصراحه انا اخترت لكم 4 اشكال، التفاحه السمايل والنجمه والشجره، بصراحه شكلهم حلو قوي كلهم احلى من بعض. على فكره الستيكي نوت نفسها لازقه في الكفر الكرتون اللي في الظهر دوت، مش بتتشال منها، فانتوا ساعه لما هتحتفظوا بيها هتحتفظوا بيها زي ما هي كده. طبعا فيها ورق كتير، وعلى فكره كل واحده بيكون مكتوب عليها هي كام ورقه، عندي مكتوب عليها 60، في حاجات زي ديت كان مكتوب عليها ان هي 100 ورقه، كل واحده هتلاقوا مكتوب عليها هي كام ورقه. طبعا الكواليتي بتاع الورق لا غنى عنه، جميل جدا حلو جدا مش بيشف، لو انتوا خدتوا بالكم في الستيكي نوت اللي فات وانا بكتب مش بتشف من ظهر الورقه، هي مش مكتوب عليها كام جرام الورق، بس هو من خلال يعني ما انا مسكت الورقه تحسوها هي شويه 60 او 65 جرام ماكسيمم، بس حلوه جدا، وانا كنت بكتب بقلم حبر عليها فبصراحه ممتازه جدا، كواليتي الورق حلو قوي قوي قوي. النوع اللي بعده هو ستيكي نوت بس كبير شويه زي ما انتوا شايفين، وفي منه نوعين. طب ايه الفرق ما بين النوعين دول؟ هقول لكم دلوقتي. اول نوع فيهم هو اللي لونه اصفر فاتح زي اللي كان موجود عندي اللي انا قلت لكم عليه. الستيكي نوت دوت الفرق ما بينه وما بين اللي فاتوا انه هي بس عريضه، تقدر تكتب فيها اكتر، تقدر تستوعب كميه كتابه اكتر. ايه الفرق بقى ما بينها وما بين النوع التاني؟ ما هو برده نفس الفكره ولونه اصفر. لا، لما تيجوا تفتحوها هتلاقوا ان هي من جوه في جواها 4 الوان، وال4 الوان الوان نيون، الاصفر والاخضر والبينك والاورنج، طبعا كلهم حلوين جدا، لما تخلص لون تقدر تدخل في اللون اللي بعده وهكذا. النوع اللي بعده في الستيكي نوتس وهي عباره عن الستيكي نوتس الشرايط. طب ايه لازمه الستيكي نوتس الشرايط؟ حتى احنا كنا شفناها في اول نوع. الستيكي نوتس الشرايط هي بتبقى ملاحظات او كتابه او حاجه صغيره جدا بسيطه جدا جدا جدا، ممكن نستخدمها في الاغلب بتستخدم في الكتب او في الجورنالينج او في الحاجات دي. طيب ايه الفرق ما بين ال3 انواع اللي موجودين معايا دول؟ اول نوع فيهم وهو عباره عن الشرايط، هم 5 شرايط صغيرين ب5 الوان مختلفه، بينك وروز فاتح كده والاصفر والاخضر والاورنج. زي ما انتم شايفين الورق حلو، والخامه بتاعته على فكره حلوه جدا، ماسك في بعضه، ولما تيجوا تشيلوا الورقه بتلزق كويس جدا. النوعين التانيين هما نفس المقاس بالظبط بس الوان باستل والوان نيون. هتلاقوا ان الفرق ما بين الالوان الباستل والالوان النيون ان الالوان الباستل فاتحه شويه، مريحه اكتر مع العين ومع الكتابه، والالوان النيون هي مش وحشه ليها استخداماتها، بس انا بتكلم عني انا شخصيا، انا بستريح في الالوان النهي فبحب اشارك معاكم الحاجه اللي انا بحبها. ولمعلوماتكم الالوان النيون من ماركه M&G، انما الالوان الباستل بصراحه هي مش من ماركه M&G، فهتلاقوا ان خامه الورق
اخف كتير 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 من M&G، بس هي مش وحشة، بس ممكن ما تستحملش معانا الكتابة بالاقلام الحبر، يعني اخرها هيكون الكتابة بالاقلام الجاف او الرصاص، لان بالحبر ممكن تشف او تطبع على الورقة اللي بعدها لان خامة الورقة خفيفة قوي. النوع اللي بعده انا احب اسميه النوع المطرقع، لان هو مش ستيكي نوت عادي، لا ده ستيكي نوت وبرواز. ازاي برواز؟ هوريكم دلوقتي. هنبدأ باول نوع فيهم وهو ستيكي نوت، متقسم لجزئين، جزء ستيكي نوت وجزء زي تو دو ليست بالظبط، متحدد المكان اللي انت تكتب فيه الحاجه، ومربع تعمل صح اذا كنت انت خلصتها. بصراحه حلوه قوي وفرفوشه جدا، فانا حبيتها. بس لما جيت ابص في الظهر ازاي بقى هركبها واخليها تتحط على المكتب وتبقى زي ستاند كده، قعدت احاول كتير بصراحه وانا ما عرفتش. فلو حد فيكم جايب حاجه زي كده يا ريت يقول لي ازاي ممكن نركبها، لان انا حاولت كتير جدا، انا تقريبا قعدت فيها ساعه عشان احاول اركبها ما عرفتش. تاني واحده بنفس الفكره، بس هي ساده خالص ومرسوم في الجنب كده قطه، برضو من ماركه M&G، بس لما جيت فتحتها لقيت ان هي سهله جدا ان احنا نعرف نركبها، وشكلها حلو قوي ومطرقعه خالص، ممكن تتحط على المكتب، مش بس على قد ان هي ستيكي نوت، ده هي ستيكي نوت وديكور في نفس الوقت، فشكلها كيوت جدا ولطيفه خالص. طبعا في الاثنين الورق حلو جدا وممتاز. النوع اللي بعده ده مختلف شوية، ممكن يكون ناس كتير ما شافتهوش قبل كده، الستيكي نوت الفواصل بتاعة الكتب او على شكل فواصل الكتب. الستيكي نوتس ديت تقدر ان انت تكتب اللي انت عايزه، طبعا هم كاتبين في ظهر الستيكي نوت نفسه ازاي تقدر تستخدم الستيكي نوت دي. هتلاقي ان هو مكتوب ان احنا ينفع نستخدمها جوه الكتاب، والجزء الخارجي اللي هو الفاصل اللي بره ده نقدر نخليه في اخر الصفحة فيفصل معانا، فنقدر نوصل له بسهولة واحنا بنشتغل، او تقدر ان انت تكتب عادي جدا وتحطها على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك عشان برضو تفضل فاكرها. وعلى فكره ممكن كمان تعلقوها على الحيطه، مفيش اي مشكله. هي الفكره ان هو بيحاول يساعدك ويقول لك انت ممكن تستخدمها في ايه. زي ما انتم شايفين بتيجي عباره عن 3 فواصل، كل فاصل بلون معين، الازرق او اللبني الفاتح والاخضر والموف. الوانها حلوه قوي بصراحه، وانا من النوع اللي بيحب الالوان دي، بتكون مريحه جدا، لطيفه وكيوت وفكرتها حلوه قوي على فكره. اخر حاجه معايا في الستيكي نوتس، وهي الستيكي نوتس الفواصل بتاعه الكتب او الشرايط او اي كان بيسموها ايه. عايزه اقول لكم ان المفاجاه اللي قلت لكم عليها هتكون في اخر الفيديو، هي في الستيكي نوتس دي. بصراحه انا اتسالت عليها كتير جدا في كل السوشيال ميديا، وناس كتير كانت بتطلبها مني. انا بصراحه ما صدقتش لما لقيتها، وقلت لازم اعمل عنها فيديو بسرعه. بس قبل ما اوريها لكم هنبدا باول نوعين. النوعين الشرايط، اول نوع فيهم وهو على شكل انجري بيردز، زي ما انتم شايفين كنت بحاول ابص عليها فانا خلعت واحده فيهم بالغلط. بس الستيكي نوتس دي او الفواصل او الشرايط دي في الاغلب بتستخدم كديكور في الكراسه، ديكور في الجورنالينج، في الحاجات دي ما بيبقاش ان احنا نكتب عليها، زي ما انتم شايفين مفيش مكان اصلا ان احنا نكتب عليها، فهي بتكون ديكوريشن اكتر. اكتر نوع انا حبيته في المجموعه كلها الستيكي نوتس بتاعت M&G سو ميني كاتس. انتوا مش متخيلين انا كان اكتر ستيكي نوت انا عايزه افتحه واجربه من اول ما بدات، بس قلت لا انا هخليه في الاخر، لان انا واثقه ومتاكده ان هيكون من احلى الستيكي نوتس اللي انا هجربها في الفيديو النهارده. فعلا بعد ما فتحت الستيكي نوت ديت هتلاقوها عباره عن شرايط طويله، وفي مكان ابيض فاضي تقدروا تكتبوا فيه اللي انتوا عايزينه، تقدروا تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، او تقدروا تستخدموها كديكور في الكراسات وفي الجورنالينج وفي الحاجات دي. بصراحه من اشيك واحلى الحاجات اللي انا شفتها النهارده. اخر حاجه معايا وهي المفاجاه في الستيكي نوتس ديت، هتلاقوا في النوع دوت 3 ستيكي نوت اهم، بيكون فيهم شرايط وبيكون فيهم شكل، وفي ستيكي نوتس على شكل اسهم كده. انا لما جيت افتح الستيكي نوت ده كنت فاكراه زي اي ستيكي نوت عادي خالص ما فيهوش اي مشكله، هنجربه وهشوف الورق بتاعه. بس اول ما جيت احط ايدي وسط الورق اكتشفت ان ده الستيكي نوت الشفاف اللي احنا نقدر نحطه على الكتاب ونشف منه الرسمه، او نكتب نفس الكلام وننقله. انتوا مش متخيلين انا اتبسطت قد ايه لما لقيت الستيكي نوت. على طول قمت مجرباه وفتحت واحده فيهم واستخدمتها وجبت الكتاب بتاعي، وقلت لما هجرب اعمل اي شخبطه او اعمل اي حاجه، وما كنتش بصراحه عارفه هكتب ايه بالظبط. جربته زي ما انتوا شايفين، شلت اللزق وحطيته، هو شفاف خالص، الالوان بتاعتها كلها الوان نيون، فهتقدر تساعدك ان انت تشوف بشكل اوضح. شفتوا بقى ان النيون مش دايما بيكون وحش، لا هو بيكون كويس جدا في الحالات اللي زي دي. برضو جربت ان انا استخدم الجزء الشريط الرفيع، نفس الفكره، سواء كتبنا او سواء رسمنا انا مبهوره بالستيكي نوت دي. دي احلى ستيكي نوت انا جربتها في 2023، اخيرا لقيتها. وبس كده اكون خلصت 29 نوع ستيكي نوت وريتها لكم في الريفيو النهارده. قولوا لي حبيتوا ايه اكتر نوع،
ارجوكوا قولوا ان انتوا حبيتوا النوعين دول، عشان دول اكتر اتنين انا حبيتهم بس كده. ولو حابين ان احنا نتكلم على اي حاجة تانية نعمل عنها ريفيو قولوا لي في الكومنتس تحت، وان شاء الله نعمل الريفيو عنها سوا. ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب ليوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات. اشوفكم على خير ان شاء الله في ريفيوهات تانية وفيديوهات تانية كتير. يلا باي باي.